إن ثمرة البطيخ من الفواكه المنتشرة لدى المواطنين في هذه الفترة، وذلك لتوفيرها بكميات كبيرة في الأسواق وشوارع العاصمة، وتعتبر أسعارها مناسبة نوعا ما. لوحظ في الفترة الأخيرة بأن المزارعون يتوجهون لزراعة الفاكهة في كل المواسم تقريبا. وحول الأعد المالي ووفرة فاكهة البطيخ فقد أبان بعد الباءة. هنا ما نجاكم 200 كل جاي 300 كل جاي 250 كل جاي قاعدين قاعدين ياكلوا واحد الكبير ده مشي لقاعد 200 والصغير ده 100 ولحد 50 كل جاي. إضافة إلى المذاق اللذيذ لفاكهة البطيخ الذي يساعد على مواجهة حرارة الجو وتعويض الجسم للسوائل المفقودة، فإنها تتميز بعدد من الفوائد التي يجهلها معظمنا. يوضحها لنا منسق تحالف الجمعيات ضد سوء التغذية في تشاد. في البطيخ عندنا ألمي كثير، تقريبا 92% عن البطيخ كله ألمي. وثم ثانيا البطيخ عنده كمان تغذية، وكمان في البطيخ عندنا الفيتامينات خاصة فيتامين A مهم للعيون، وكل الفيتامين حال الجروب B نلقوه في الباستيك. وثالثا في الباستيك عندنا كمان المينرو مثلا الكالسيوم والفير الحديد، وثم ثانيا المنغنيز كله نلقوه في الباستيك. عشان كده هو مهم جدا، خلي الناس يستعملوا الباستيك في أي وقت. وبما أن فاكهة البطيخ أصبح يقبل لها جل المواطنين، على الباعة أرضها في أماكن مناسبة وصحية من أجل سلامة المواطنين.